احنا المره اللي فاتت كنا بنتفرج على المشاكل الموجوده في الدايناميك جيتس، وكنا وقفنا عند مشكله اسمها التشارج شيرنج، وقلنا ان التشارج شيرنج ده بيحصل واحنا بنيفالويت تو هاي، ويفجأة يتفتح علينا internal node capacitance يكون discharged، وبالتالي بيحصل charge sharing. وقلنا ان في عندنا نوعين ممكن يحصلوا، يا اما يكون ال internal node capacitance صغير، ففي الحالة دي هو هيطلع لفولت عالي بسرعة يوصل ل VDD minus V threshold فالترانزستور يقفل، وبالتالي ده مش هينزل غير شوية صغيرين، فدي حالة it's okay. او ان يكون الكاباسيتور ال internal ده كبير فيبدأ يشحن بالراحة، وفي نفس الوقت التاني يكون بيدروب بالراحة مش فبالتالي هيحصل ان ايه، ان الاثنين هيساووا بعض قبل ما اوصل للفي دي دي ماينس البي ثريشولد، وبالتالي الترانزستور مش هيقفل خالص، وده هيبقى كومبليت تشارج شيرنج، وهوصل في الاخر للنقطة في النص ما بين الايه في الفولتج، هيبقوا الاثنين هيبقوا متساويين، الفولتج على النقطة اكس والفولتج على النقطة اوت هيكون الاثنين متساويين، وهتعتمد على الريشيو بتاعت الكاباسيتورز، وطلعنا القوانين وشفنا امتى يحصل الحالة دي وامتى يحصل الحالة دي. كنا الأسبوع اللي فات بدأنا في الإكزامبل ده، وشفنا حالة من الاتنين اللي هي بيحصل فيها شارج شيرنج، ومطلوب إنه يحصل worst case charge sharing. وزي ما اتفقت معاكم إن worst case charge sharing بيحصل لما يبقى ال maximum internal node capacitance متوصلين مع بعض، وفي one pattern بتبقى واصلين بالجراوند ومفصولين عن الأوتبوت، والباترن اللي بعده بتبقى متوصلين بالاوتبوت ومفصولين عن الجراوند، متوصلين بالانبوت ومش متوصلين بال سوري متوصلين بالجراوند ومش متوصلين بالاوتبوت، ده عشان خاطر اضمن ان هم كومبليتلي ديسشارجد، وبعد كده متوصلين بالاوتبوت وبعاد عن الجراوند عشان اضمن ان يحصل فيه تشارج يعني. فاحنا كنا المره اللي فاتت شفنا حاله ان الايه ان السي سي واصل مع السي اي، دي الحاله اللي احنا درسناها المره اللي فاتت. المره دي عايزين نستخدم السي سي مع السي بي. طبعا احنا عندنا لو احنا بصينا ان السي اي والسي بي دول واحد بيوصل عن طريق اي واحد بيوصل عن طريق اي بار، وبالتالي احنا عندنا يا اما نروح الناحيه دي يا اما نروح الناحيه دي، فاحنا المره دي عايزين نجرب فكره ان الايه انت اكبر انترنال نود كاباسيتنس تبقى السي بي بلس السي سي مش السي اي بلس السي سي. خلاص السي اي بلس السي سي شفناها اوريدي، عايزين نشوف الحل التاني. فالحل التاني دلوقتي ان السي بي واصله بالسي سي، طب امتى السي بي توصل بالسي سي؟ السي بي توصل بالسي سي عن طريق الترانزستور ده. ده الترانزستور اللي بيوصل الاثنين نود دول ببعض، لان ايه؟ ان هي دي نفس النود هنا اهي. هنا في كروس اوفر. فدي نفس النود. فاحنا عندنا السي سي مع السي بي بيوصلوا مع بعض لما تكون البي بكام؟ زيرو. زيرو. يكون البي بزيرو علشان خاطر البي بار تبقى ب1، وبالتالي يبقى السي سي واصل بالسي بي. طيب احنا اتفقنا ان احنا عايزين الباترن الاولاني يوصل الاثنين كاباسيتورز دول بالجراوند ويفصلهم عن الاوتبوت، وفي الباترن الثاني يوصلهم بالاوتبوت ويفصلهم عن الجراوند. يبقى في الباترن الاولاني المفروض الاي بكام والسي بكام؟ السي هتكون بزيرو برضو، تمام، والاي بزيرو والاي بزيرو. السي بزيرو عشان يبقى السي بار هو اللي بواحد، وبالتالي يبقى انا كده نزلت لغايه الجراوند. اوكي، فبالتالي السي بزيرو، والاي بزيرو علشان خاطر الترانزستور ده يكون اوف، وبالتالي يبقى انا مفصول عن الايه؟ يبقى انا مفصول على الاوتبوت. يبقى انا لو عندي الاي بي سي 000 يبقى عندي السي سي واصل بالسي بي واصلين بالجراوند فكمبليتلي ديسشارجد ومفصولين عن الاوتبوت. طب احنا ليه بنطلب ان هم يبقوا مفصولين عن الاوتبوت؟ لان احنا المفروض ان احنا ما بين الباترن دي والباترن الثانيه اللي هنكتبها بنعدي على مرحله بري تشارج. فاحنا في مرحله البري تشارج المفروض ان الكلوك اللي تحت ده بيقفل والكلوك اللي فوق بيفتح، فلو كنا سبناهم واصلين بالاوتبوت يبقى كان اللي هيحصل ان انا عندي الكاباسيتور هتتشحن، لانها هتتوصل بالايه؟ هتتوصل بالاوتبوت، وبعد كده يتعمل بري تشارج للاوتبوت، ففي الوقت اللي بيتوصل بيه بالاوتبوت وبيعمل بري تشارجنج يبقى الانترنال نود كاباسيتنس كمان هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها بري تشارجنج. وبالتالي احنا لازم نضمن ان الباترن الاولاني ان الكاباسيتورز الانترنال دي مفصوله عن الاوتبوت علشان نضمن انها تحصل لها فولي ايه؟ فولي ديسشارج. طيب وبعد كده هنروح للباترن الثاني بقى اللي بيحصل فيه التشارج شيرنج. المفروض البي هتفضل زي ما هي بزيرو عشان التو كاباسيتورز يكونوا واصلين ببعض، بس عايزين ايه بقى؟ نوصلهم بالاوتبوت ونفصلهم عن الايه؟
ونفصلهم عن الجراوند، فبالتالي لازم السي تتقلب، لازم السي تتقلب تبقى بواحد عشان خاطر تفصل عن الجراوند، ولازم الاي تتقلب الاي تبقى بواحد عشان خاطر اوصل بالاي اوصل بالاوتبوت. وفي الحاله دي يحصل عندي worst case shard sharing ما بين السي ال اللي في 50 فيمتو ومجموع السي سي والسي بي اللي هم في 30 فيمتو، وده اللي احنا حسبناه المره اللي فاتت، ولقينا ان الدروب اللي بيحصل 0.94 فولت دروب من 2.5 فولت، يعني الاوتبوت الهاي بدل ما كان هيطلع 2.5 هيطلع 2.5 ماينس 0.94 يعني يطلع 1.56 which is a is a very small number، ممكن يأثر ان الدايره اللي بعديك ما تعرفش ان الهاي ايه is a good ايه is a good high. طيب اي سؤال في الاكزامبل ده قبل ما نكمل؟ دكتور انا ازاي بحدد اللوجيك فانكشن بتاع الداي؟ ازاي بتحدد اللوجيك فانكشن بتاع الدايره؟ عادي زي ما كنا بنعمل في الفول في اسمه ايه في الستاتيك سي موس، السيريز بيبقى اند والبارل بيبقى اور وهكذا. تحس ان هي كومبليكيتد كلهم داخلين في بعضهم كده يعني كومبليكيتد، بس جرب تكتبها هتمشي يعني. يعني انت هتكتب انها تبدأ بالاول بA وبعد كده الA دي ماشية في سكتين، فانت هتفتح بوز وتكتب السكة والسكة التانية، وبعد كده تجمع الكلام ده بلس A بار هتلاقي ماشي في سكتين، تجمع السكة والسكة التانية وهكذا. يعني السيكونس انا بمشي من عند الاوتبوت لحد ما اوصل للجراوند يعني، واعدي على الحاجات اللي واكتب الحاجات اللي مريت عليها. ايوه زي ما كنا بنعمل في الاستاتيك سي موس، مفيش حاجه اتغيرت بعد ما تخلص طبعا ما تنساش تحط البار عليهم كلهم. طيب اوكي، طيب هل في سولوشن للتشار شيرنج؟ في سولوشن للتشار شيرنج بس وقع الامر ان محدش بيعمله. سولوشن للتشارج شيرنج ده هو ان انت بتيجي بتشارج كل الانترنال نود ايه بتاعتك، بتعمل بري تشارجنج ليه. احنا كان عندنا الترانزستور ده بس اللي كان موجود اللي كنا بنعمل بيه بري تشارجنج لنقطه الاوتبوت، فانا هحط ترانزستور هنا كمان يبري تشارج النقطه دي، ولو كان في نقطه ثالثه يبقى هحط بري تشارج كمان ايه بري تشارج النقطه بتاعه. فانت طبعا احنا اتفقنا لو الانترنال نود كاباسيتنس كان تشارجد ما كانش ديسشارجد ما كانش هيحصل تشارج شيرنج، فاحنا تيجي تعمل بري تشارجنج لكل الانترنال نود مش هيحصل تشارج. بس طبعا على حساب ايه بقى؟ على حساب الاريا وعلى حساب الباور وعلى حساب كل حاجه، وما بقاش ايه ما بقتش سمول سيركت زي ما كانت بيفور كدايناميك جيت يعني. وبالتالي سولوشن موجود اه بس غالبا ما حدش بيعمله، واللي الناس بتعمله انها بتتعايش مع التشارج شيرنج از لونج از ان الانترنال لود كاباسيتنس صغيره مقارنه بالاوتبوت كاباسيتنس، الناس بتتعايش بالتشارج شيرنج. غير كده it doesn't make sense ان انت تعمل اي حاجه، والا هيبقى احنا فقدنا الميزه الوحيده اللي كانت موجوده في الدايناميك جيت انها سمول و فاست. المشكله بقى عندنا هي مشكله الكاسكيدنج بتاعت الايه الدايناميك جيت، ان احنا العادي بتاعنا او احنا متخيلين زي الاستاتيك سي موس ان انا ممكن اوصل للايه ان انا ممكن اوصل الجيتس ورا بعض عادي يعني. اظن ده ابسط قاعده ان اللوجيك جيتس تكون افيلبل بالنسبه لنا، ان اقدر اخد لوجيك جيت احط وراه لوجيك جيت تاني والدنيا تكمل. فواقع الامر ان ايه ان كاسكيدنج الدايناميك جيتس مش بالسهوله دي. ليه؟ تعالوا نبص مع بعض. ايه الدايره اللي على الشمال دي؟ انفرتر. ودي انفرتر برضه، مفيش ابسط من كده. انا موصل اتنين انفرترز ورا بعض، وادي اوتبوت 1 وادي اوتبوت 2، اظن مفيش اسهل من كده. طيب واحنا بنقول اهو لو جينا بصينا مع بعض ان دي كلوك بتاعتنا كانت 0 طلعت هاي، وده الانبوت بتاعنا كان 0 طلع هاي اهو في اثناء البري تشارج، والمفروض ان الكلوك دي هتطلع هاي، يبقى انا هبدا ايفالويت هنا والانبوت بتاعي بهاي. فطبعا زي ما كلكم عارفين يبقى المفروض ان الاوتبوت 1 ده اول ما هيجي كلوك بهاي هيسيب البري تشارج ستيت بتاعته ويبدا ايفالويت، يلاقي انبوت 1 بهاي يروح نازل لايه؟ يروح نازل لصفر. فاوتبوت 1 ما فيهوش مشكله. المشكله في مين؟ المشكله في اوتبوت 2. المشكله في اوتبوت 2 ان اوتبوت 2 لما هيبدا ايفالويت هيجي يبص هيلاقي ان الاستيج الاولانيه ما خلصتش الايفالويشن بتاعتها، ده الاستيج الاولانيه لسه بتيفالويت، وبالتالي هو لما هيجي كلوك عليه بهاي هيجي يبص على الانبوت بتاعه يلاقي الانبوت بتاعه لسه هاي. consequently output 2 هيبدا ينزل، في وسط ما هو بينزل هيلاقي ان output 1 نزل لايه؟ نزل لزيرو كومبليتلي، فهيقف ومش هيكمل السكه بتاعته.
يبقى output 2 كان بهاي، الكلوك جت بهاي بص على الانبوت بتاعه لقى الانبوت بتاعه لسه بهاي فبدا ينزل، وفي وسط ما بينزل لقى الانبوت نزل لصفر فبقى ده قفل، فالاوتبوت 2 هينزل لحته ومش هيعرف يطلعها تاني. الحته اللي هينزلها دي او الدلتا في دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الديلي اللي الستيج الاولاني ده خده وقته قد ايه لغايه ما ينزل لصفر، والفي ثريشولد بتاع الترانزستور ده لان هو بينزل لغايه الفي ثريشولد بتاع الان موس وبعد كده بيقفل. فاكوردنجلي بقى هل الرقم ده كبير ولا صغير؟ ده هيعتمد على الديلي بتاعنا كبير ولا صغير، وهل هنقبله ولا مش هنقبله. فواقع الامر ان احنا we don't cascade the dynamic gates بالشكل ده، لان احنا لو عملنا cascading للdynamic gates بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده output 2 ممكن يطلع ايه؟ يطلع بايظ. لو عايزين نقول المشكله الاساسيه بتتكون في ايه؟ بتتكون ان second stage started evaluating based on the pre-charge value of the first stage. يعني الايه؟ الستيج الثانيه بدات ت evaluate على pre-charge value بتاعت الايه؟ بتاعت الستيج الاولانيه، ما استنتش الايفالويشن بتاعه يخلص عشان تبدا هي تيفالويت. فطبعا دي مشكله اساسيه بتقول ان الدايناميك جيتس كانوت بي كاسكيدد دايركتلي، ولازم ندور على سولوشن عشان نقدر نعمل كاسكيدنج للدايناميك جيتس. اوكي، ايه السولوشنز ممكن تيجي في دماغكم؟ نحط ديلي في النص، نحط ديلي في النص، نخلي ان الكلوك دي ما تروحش هنا بسرعة، وبالتالي لازم يكون السكند ستيج يبدأ ايفالويشن قبل بعد ما يكون الفيرست ستيج عمل عمل خلص الايفالويشن بتاعه. ادي حل. ايه تاني؟ طيب هو واقع الامر هو فيه ثلاث حلول. اوكي، الحل الاولاني هو كلوك ديلينج ده، وده موجود في السلايدز وموجود في الفيديو بس انا ايه شلته في السلايدز بتاعتكم، فده الحل ما بقاش موجود في السلايدز عندنا، بس هو ده كان من ضمن الحلول الثلاثة الموجودين، هو ان انت تحط ديلي ما بين الفيرست ستيج والسكند ستيج، وبالتالي السكند ستيج ما يعملش ايه؟ ما يعملش ايفالويشن غير لما الفيرست ستيج يخلص. بس انا شلت الحل ده نتيجة ان هو ما هوش عملي قوي، نتيجة ان انت متخيل لو انت في عندك هيوج اماونت اوف ستيجز ورا بعضيهم يبقى انت محتاج انك تقعد تحط ديلي ما بين كل كلوك والتاني كلوك والتاني كلوك والتاني، بيأند اب ان الكلوكينج نتورك بتبقى كومبليكيتد. يعني انت عندك الكلوك نتورك اللي داخله بقى دلوقتي محتاج تقعد كل كلوك او كل جيت بقى شغاله بكلوك مختلفه نتيجه الديلي. فهو حل موجود بس انا ايه انا شايله في السلايد بتاعتكم فور ذا سيك اوف ايه ان احنا نخلص يعني. طيب يبقى ده الحل الاولاني موجود. الحل الثاني بقى هو المشهور، هو استخدام ما يعرف باسم الدومينو لوجيك، استخدام بما يعرف باسم الايه الدومينو لوجيك. فالدومينو لوجيك ده هتلاقوه هو عباره عن بول داون نتورك عاديه خالص بس وراها سيموس انفرتر، بول داون نتورك عاديه خالص بس وراها برضو ايه سيموس انفرتر. فانا كنت قلت لكم لما درسنا الاسبوع اللي فات مشكله الشارج ليكج، قلت لكم ان السيموس انفرتر اللي موجود ده اللي بنعمل بيه نوصله على الكيبر هيبقى كده كده موجود، وعشان كده ان احنا نحط كيبر هيبقى سنجل ترانزستور بس بنزوده عشان يعمل الكيبر، لكن الانفرتر كده كده هيبقى موجود، وده نتيجه ان احنا العادي بتاعنا هو الدومينو لوجيك والكيبر ده اللي حاطينه عشان خاطر الشارج ليكج اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. يبقى احنا عندنا لما نحط pull down network وراء inverter ده بيعالج المشكلة. ليه يا شباب هيعالج المشكلة؟ كان بيعمل delay؟ هو احنا كنا عايزين delay clock مش عايزين delay output، هو كده ده بي delay مش هيشغل النتورك التانية اللي هي اللي على اليمين دي غير لما الأولى تبقى شغالة اللي هي pull down network. تمام، ان احنا عندنا لو pre-charge value بتاعت الفيرست stage ب1 يبقى بعد الانفرتر هتبقى البري تشارج فاليو بتاعت الفيرست بتاعت الدايناميك ستيج او الدومينو ستيج بزيرو. فالزيرو بما ان ده ان موس، الان موس از انسنسيتيف للزيرو ما بيحسش بالزيرو ما بيتاثرش بالزيرو، وبالتالي البري تشارج فاليو بتاعت الدايناميك او بتاعت الدومينو جيت بقت بتساوي صفر، وبالتالي البول داون نتورك الثانيه مش هتتاثر بالبري تشارج فاليو بتاعت الايه الفيرست ستيج. امتى تتاثر؟ لما الراجل ده يخلص الايفالويشن بتاعه وينزل مثلا لصفر وده في الحاله دي هيطلع لواحد، ساعتها البول داون نتورك تبدا تتاثر. بمعنى كده ان البول داون نتورك الثانيه مش هتبدا تتاثر او مش هتبدا تيفالويت غير لما الفيرست ستيج انكلودنج الانفرتر تخلص الايفالويشن بتاعتها. اوكي، الديفولت بتاعنا ان انا عندي هنا مفيش غير هنا ما بيحصلش غير تو تايبس اوف ترانزيشن، يا 1 وافضل 1 يا 1 وانزل 0. وان وافضل 1 لو انا هايفالويت لهاي
1 1 0 انا هيفالويت لو، لكن في الحالتين انا لازم ابدا من 1 نتيجه ان انا ببري تشارج ال1، وبالتالي الاوتبوت بتاع الانفرتر يا اما هيكون 0 ويفضل 0 يا اما هيكون 0 ويفضل 1. طب بما ان البول داون نتورك دي معموله من ان موس، الاثنين 0 اللي في الاول دول اي دونت كير اباوت ذم، وبالتالي انا مش هتاثر بيهم. لما لو الراجل ده فضل 0 والله خير وبركه، يبقى انا مش عايز اعمل حاجه اصلا. لو الراجل ده راح من 0 ل 1 هنا بس هبدا ايه، هبدا افكر اعمل ايه. بمعنى كده ان السكند ستيج مش هتبدا تايفالويت الا اذا الفيرست ستيج كانت خلصت الايفالويشن بتاعها. يبقى السكند ستيج مش هتبدا تايفالويت الا لما يكون الفيرست ستيج خلصت ايه الايفالويشن بتاعتها. فداك في الحاله دي المشكله بتاعتنا اتحلت، واقدر كاسكيد عادي الدومينو لوجيك جيتس. اي سؤال؟ فكده يجي السؤال الاولاني، هي اللي اسمها دومينو جيتس، اسمها دومينو لان انت بما ان السكند ستيج مش هتيفالويت غير لما الفيرست ستيج تخلص، والثيرد ستيج هتستنى السكند يخلص عشان تيفالويت، والثيرد ستيج تخلص يروح داخلين على الفورث، والفورث تخلص نروح رايحين على الفيفث وهكذا. يبقى كل واحد بييفالويت بعد ما اللي قبليه خلص، فهم بيشبهوا الكلام ده بالفولينج دومينوز. لو انتوا شفتوا الناس اللي هي بتقعد ترص الدومينو دي ورا بعض وبعد كده تدوس على واحده فكله يقع بعد كده، عن طريق ان الاولاني يوقع الثاني يوقع الثالث يوقع الرابع، هما بيمثلوا ده بالايه، بالفولينج دومينوز، ان ده يخلص الاول بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده، كل واحد بيعمل ايه، بييفالويت بعد ما اللي قبليه ييفالويت، فبيسموه دومينو لان هو شبه الايه، شبه لعبه الدومينو بتاعت الايه، رص الدومينو دي. طبعا هنا نلاحظ ان انا كلهم بقوا بييفالويتوا ورا بعض، وبالتالي بحتاج اكبر الايفالويشن بيريود مقارنه بالبري تشارج بيريود، ان انا محتاج بري تشارج كلهم مع بعض، لكن لما هيفالويت هيفالويت ده بعد ده كده ده بعد كده ده بعد كده ده، وبالتالي الديلي بتاعهم كله بيأد اب، ولازم ده كله يكون ويذن الايه، يكون ويذن البيريود بتاعت الايفالويشن. فلو البيريود بتاعت الايفالويشن كانت صغيره في الحاله دي انا ايه، انا هخسر انا هخسر وقت، يعني مش هقدر احط كميه كبيره من الستيجز ويذن الايه، ويذن الايفالويشن بيريود الموجود عندي. اي سؤال؟ معلش لو ممكن حته ان احنا نخلي الايفالويشن طويله دي ثاني. طيب انا دلوقتي لو قلنا الراجل ده بيخلص في ثانيه، اوكي، يبقى انا محتاج عشان خاطر الاربعه دول ايفالويتو، بدل ما محتاج ثانيه زي زمان بقيت محتاج 4 ثواني، ده هيخلص بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده. فالوقت اللي كنت محتاجه زمان عشان خاطر الشباب ده كله ايفالويت، بما انهم كانوا بييفالويتوا مع بعض كلهم، اتضرب في عددهم، ان انت بقيت ده بيخلص بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده، فكونسيكوينتلي انت محتاج ان انت ايه، كل ما الايفالويشن بيريود تكبر كل ما تقدر تحط عدد الستيجز اكتر يعني. فالعادي انك تكبر الايفالويشن تايم مقارنه بالبري تشارج تايم، عشان خاطر تقدر تسمح انك تحط كميه ستيجز ورا بعض، لان هما الايفالويشن بيتم سيكوينشالي مش بيتم مع بعض ات ذا سيم تايم. اوكي تمام. طيب ايه الميزه بتاعت الايه، البروبرتيز بتاعت الدومينو لوجيك؟ اول بروبرتي عندنا ان بما ان كل دايناميك جيت من العادي بتوعنا بقى وراه انفرتر، بما ان الدايناميك جيت اللي احنا درسناه كان inverting logic، وبما ان الانفرتر is an inverting logic، يبقى اتنين inverting logic ورا بعض هيديني ايه، هيديني non-inverting logic. فدلوقتي عندي البروبرتي الاولانيه ان الدومينو لوجيك ما بيعملش غير non-inverting logic بس. طبعا انا لما اكون بعمل inverting logic ده بالنسبه لي حاجه كويسه، لان الانفرتنج لوجيك لما احط تو ستيجز ورا بعض هيديني non-inverting، لكن لما انا اكون بعمل اصلا non-inverting logic هيبقى صعب ان انا اجيب ايه، ان انا اجيب inverting logic. ليه؟ لان انت ما تيجي تحط non inverting logic ورا non inverting logic هيفضل non inverting برضه. فدي تعتبر عيب مش ميزة، ان انا لما اكون بعمل non inverting logic ده هيعتبر بالنسبة لي عيب، لان انا مش هعرف اجيب منه الانفرتنج لوجيك عادي. بالتالي لازم هيكون كل تفكيرنا ازاي اعالج المشكلة دي، ده بيتم عن طريق ان انت تبدأ ايه، تلعب في البوليان اكسبريشنز بتاعتك، بحيث ان انت دايما تلاقيك ان انت معتمد على non inverting logic more than inverting logic. لكن الميزة الأساسية اللي موجودة بقى في الدومينو إن هو أسرع، إن هو سريع. ليه سريع؟ أول حاجة
ان احنا عندنا الستاتيك انفرتر اللي احنا حاطينه هنا ده ما بيكونش سيمتريك انفرتر. كنت قلت لكم في اول سنه خالص ان احنا هيعدي علينا ابلكيشنز هنلاقي ان احنا مش محتاجين التي بي ال اتش تكون بتساوي التي بي اتش ال، ومش محتاجين ان ايه ان يكون الريزيستنس بتاعه الان موس بتساوي الريزيستنس بتاعه البي موس. دي احد الابلكيشنز اللي احنا مش محتاجين يكون الانفرتر ده سيمتريك. ليه مش محتاجين الانفرتر ده يكون سيمتريك؟ لان انا الانفرتر ده مش فارق معايا غير 1 ترانزيشن واحد بس. احنا قلنا ان الانفرتر ده مش شايف غير 1 تو 1 او 1 تو 0. الحاجات اللي بتحصل في البري تشارج دي بالنسبه لنا مش مهمه، لان احنا اللي يهمنا الايفالويشن بس. وبالتالي at the input انا مش شايف غير high to low transition بس، مش شايف low to high transition. وبالتالي في الاوتبوت بتاع الانفرتر انا ما بعملش غير low to high transition بس. يبقى تفتكروا الراجل ده نعمل له سكيو ازاي؟ نخلي مين اكبر، ال PMOS ولا ال NMOS؟ ال PMOS. ال PMOS ليه؟ لان انا مش مهتم غير بال low to high transition في الاوتبوت، فانا عايز ال TPLH بتاعتي تكون صغيرة مقارنة بال TPHL، فبنكبر الـ PMOS مقارنة بالـ NMOS بحيث ان انا evaluate بايه بسرعة. اوكي؟ فstatic inverter can be skewed only low to high transition، فبنعمل له skewing عشان خاطر نخلي low to high transition بتاعتنا سريعة جدا في evaluate بسرعة جدا الـ static inverter ده. الحاجة التانية ان الـ input capacitance reduced نتيجة ان هو بقى شايف ايه؟ هو ده in general مقارنة بالستاتيك جيتس، يعني ان الانبوت كاباسيتنس اقل. بس هي الميزه كمان ان الاوتبوت كاباسيتنس اقل، لان هو بيشوف انفرتر واحد بس، مش شرط ان هو يشوف ايه البول داون نتورك اللي بعديه. انت لو كنت بتشوف البول داون نتورك اللي بعديه ممكن تشوف اكتر من ترانزستور، ممكن تشوف ترانزستور حجمه كبير، لكن انت دايما هتشوف ستاتيك انفرتر، وبالتالي الكاباسيتنس اللي انت بتبقى شايفها في الاوتبوت كمان بتبقى صغيره. وبالتالي الدومينو جيتس ان جنرال ار اي ار فاست او ار كويك جيتس مقارنه بالحاجات الثانيه. طيب دكتور ارفع اول نقطه ثانيه اللي هي بتاعه النون انفرتنج لوجيك كان اونلي كان امبلمنتد. انت عندك الراجل ده انفرتنج والراجل ده انفرتنج، فاتنين انفرتنج ورا بعض يخلي لك الاوتبوت هنا دايما هيعمل لك نون انفرتنج لوجيك، يعني هيعمل لك اند، هيعمل لك اور، مش هتقدر تعمل بيه ناند، مش هتقدر تعمل بيه نور، مش هتقدر تعمل بيه اي فانكشن من اللي احنا كنا بنكتبها ونحط فيها بار. دي دايما الفانكشن هتطلع لك ايه؟ نون انفرتنج. فدي بتعتبر مشكله نتيجه ان انت مش هتعرف بقى تعمل الايه الانفرتنج لوجيك. يعني لو البوليان فانكشن بتاعك انفرتنج مش هتقدر ايه، مش هتقدر تعمل. تمام اوكي. طيب فهنا بيوريك اكزامبل مثلا اهو، انا هنا عندي ايه الشكل ده كده، يبقى تو ستيجز ورا بعضيهم، ده ناند ورا ده ناند برضو، وهنا في النص انفرتر، يبقى انا عندي ناند وراها انفرتر، ناند وراها انفرتر، ودول هيتجمعوا مع بعض هيبقى اند، ودول هيتجمعوا مع بعض هيبقى ورا اند، وكانك عملت التو اندز ايه تو اندز ورا بعض يعني. جميل. طيب من ضمن الحلول الموجودة عشان نعالج بقى مشكلة الايه الـ non-inverting logic دي، هي ان احنا بنستخدم family اسمها differential او dual rail domino. differential او dual rail domino زي ما انتم شايفين كده هي عبارة عن ايه؟ الشكل ده بيمثل لنا ايه يا شباب؟ بيمثل لنا الناحية دي and AB and، وطبعا وراها الانفرتر بتاعها يبقى هنا sorry AB، يبقى ده هنا النقطة دي and، وراها الانفرتر يبقى ده and. اوكي ناند اند. وبعد كده لما اعمل دي مورجان ثيرم اي بي ناند هي عباره عن اي بار بلس بي بار، يبقى هنا هيبقى عندنا الكومبلمنت بتاعها اللي هو اي بي ناند. اوكي يبقى انا لو قلبت السيريز بارلل وبدل ما استخدم الريجولر فانكشن استخدم الدي مورجان استخدم الكومبلمنت بتاعتها، يبقى انا عندي كده هيطلع لي السيجنال والسيجنال بار من ناحيتي. عشان كده دي اسمها ديفرنشال جيت. ديفرنشال جيت ليه؟ لان انا داخل عندي السيجنالز والكومبلمنتس بتاعتها وطالع لي الاوتبوت والكومبلمنت بتاعته. داخل عندي السيجنالز والكومبلمنتس بتاعتها الاي والاي بار والبي والبي بار، وخارج من عندي الاوتبوت والاوتبوت بار. اوكي الاثنين موجودين، التو فانكشنز موجودين وبيشير وان ايفالويشن كلوك، لكن تو بري تشارج ترانزستورز. وبعد كده حاطط الكيبر من الناحيه دي والكيبر من الناحيه دي. فدلوقتي يبقى انا عندي ايه؟
يبقى انا عندي الفاميلي دي اسمها ديفرنشال دوال ريل دوم. فمبدئيا كده المشكله دي ايه؟ الديفرنشال دوال ريل دومينو عالج لي مشكله النون انفرتنج لوجيك، نتيجه ان انا بقى دايما عندي السيجنال والسيجنال بار بتاعتها، فانا همشي دايما بالسيجنال بالنون انفرتنج فانكشن والانفرتنج فانكشن مع بعض، بروفايدد ذات ان انا عندي الكومبلمنتس من الاول. يعني لو انت عندك الانبوت من الاول عندك الكومبلمنتس ساعتها، يبقى انت هتقدر تعمل الايه التو فانكشنز مع بعض. فدي الميزه او دي ايه على جيت لنا مشكله النون انفرتنج ايه لوجيك. اوكي طيب، في مشكله في الديفرنشال دوال ريل دومينو ان الاكتيفيتي فاكتور بتاعه بواحد. ليه؟ فاكرين الاكتيفيتي فاكتور في الدايناميك جيتس الاسبوع اللي فات قلنا بتساوي كام؟ البروبابيليتي بتاعت الزيرو، بروبابيليتي ان الاوتبوت بيكون بيساوي صفر. تمام. طب بما اني شغال بالسيجنال والسيجنال بار، مش ده معناه ان مع اي كلوك سايكل لازم واحد من الاثنين هينزل صفر؟ لان ما ينفعش الاثنين يكونوا بهاي مع بعض، صح؟ فانت لازم في اي واحده من الاثنين، اي كلوك سايكل لازم واحده من الاثنين هتنزل صفر، وبالتالي دايما في عندي باور كونسامبشن. فالديفرنشال ريل دومينو دايما في باور كونسامبشن موجود مع كل كلوك سايكل، وبالتالي الدايناميك باور بتاعه عالي، لان لازم هيكون في واحد من الاثنين بينزل صفر، فدايما في ترانزيشن مع كل كلوك سايكل، دايما في باور مع كل ايه مع كل كلوك سايكل. لكن في ميزه موجوده هنا في الايه في الديفرنشال ريل دومينو ثانيه، ان انا حاطط كيبر. مش احنا حاطين كيبر هنا ولا مش حاطين؟ حاطين كيبر اللي هو ترانزستور ام كي بي وام كي بي من على الشمال واليمين دول. طب انتوا فاكرين لما حطينا الاسبوع اللي فات الكيبر ده حول لنا الديزاين بتاعنا من ان هو ان ريشيد او نوت ريشيد لايه؟ ريشيد. ريشيد ليه؟ لان احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكيبر ده لازم يكون ليه سايز صغير علشان خاطر الدايناميك جيتس ايه تقدر تكسبه في اثناء الايفالويشن. لكن الميزه اللي في الديفرنشال ريل دومينو ده ان احنا الكيبرز اللي بنحطها دي، او ان احنا في وجود الكيبرز مش محتاجين ان احنا نعمل ريسايزنج. اي سايز للكيبر انت ممكن تحطه وستيل الدايره هتشتغل كوركتلي. احنا بنكون ايه نون نوت ريشيد ديسبايت ذا بريزنس اوف كيبرز، يعني حتى في وجود الكيبرز انا مش محتاج اعمل سايزنج، اي سايز هحطه اشتغل. مين يقدر يقول لي ليه؟ هو ممكن لو اللي هي النتورك اللي على اليمين دي اشتغلت بول داون، فهي تطلع زيرو عند الاوتبوت، الناحية التانية تطلع عكسها تبقى واحد مثلا، فالواحد ده كده كده هيقفل، تمام. هيقفل ان انت الكيبر اللي على اليمين. تمام، ان انت كده كده الكيبر واخده من الطرف التاني، فالطرف التاني يشتغل. لو انتوا فاكرين مشكلة الكيبر المرة اللي فاتت، انا كنت بقول مثلا ايه، كنت بقول ان النقطة دي كنا بنقول ان مثلا النقطة دي كانت 1، ودلوقتي دخلت في الايفالويشن عايز انزلها لصفر. ماشي، احنا كنا بنقول عايزين ندخلها بصفر، بس at the same time كان ال1 ده معدي على انفرتر فمديني صفر، والصفر ده جاي على الجيت بتاع الكيبر فمخلي الكيبر شغال. فكان في عندي فايت ما بين الكيبر وما بين البول داون نتورك، ان البول داون نتورك عايز تنزل صفر والكيبر عايز يطلع هاي، فكنا بنقول ان يبقى لازم الكيبر يبقى ضعيف عشان خاطر البول داون نتورك ايه تكسب. دي المشكله اللي كانت موجوده في الكيبر العادي في الدايناميك جيتس العاديه. تمام، لكن انا عندي بقى في الوقت اللي الراجل ده 1 الراجل ده 0، اوكي، في الوقت اللي الراجل على الشمال ده عايز ينزل لصفر واللي فوق عايز يطلع والكيبر عايز يطلعه في دي دي، الراجل ده هيكون عايز يروح فين؟ على كيبر تاني. انا دلوقتي عندي الناحيه دي كانت ايه ب1، ودلوقتي هي عايزه تنزل لزيرو، نتيجه الايفالويشن بيقول انها هتنزل لزيرو، واللي فوق الكيبر كان مفترضين ان هو لسه شغال فهو عايز يطلعها في دي، ففي فايت. اوكي، لكن اللي انا بقوله دلوقتي ان انا لو ده 1 عايز ينزل لزيرو، يبقى معنى كده ان الناحيه الثانيه اكيد كانت 1 وعايزه تفضل 1. ليه اكيد كانت 1؟ لانها كانت بري تشارجد ل1. وليه عايزه تفضل 1؟ لان الناحيه اللي على الشمال عايزه تيفالويت لزيرو، بما ان الناحيه اللي على اليمين الكومبلمنت بتاعتها يبقى هي عايزه تفضل زي ما هي ال1. فبما ان الناحيه دي 1 يبقى الكيبر هيقفل لوحده بغض النظر عن الايه عن الانفرتر. بما ان الكيبر هيقفل لوحده نتيجه الطرف اللي على اليمين، يبقى في الحاله دي اي دونت نيد ان انا ايه اعمل له سايزنج، لان هو كده كده هيخسر نتيجه ان هو جاي له الكنترول من الناحيه اليمين اللي هي احنا ما بنتحكمش فيه.
الناحية اليمين هتقفل الكيبر، وبالتالي الراجل اللي على الشمال ده هيكسب البول داون عادي خالص وينزله صفر مهما كان السايزز الموجود. ليه؟ نتيجة ان الناحية التانية هي اللي هتقفل الايه، هتقفل الكيبر، مش انا المسؤول عن ان انا اقفل الكيبر عن طريق الانفرتر بتاعي. اوكي، فهنا فكرة ان انت تعمل ديفرنشال كيبر بالشكل اللي قدامنا ده بيخلينا نقدر نستخدم اي سايز للكيبر ومفيش حاجة ايه، مفيش حاجة تبوظ يعني. يبقى الديفرنشال ريل دومينو ده حللنا مشكلة النون انفرتنج لوجيك، بس ادانا باور كونسومشن ايه، باور كونسومشن عالي، وخلالنا السايز بتاعتنا مش محتاجة اكبرها قوي نتيجة ان انا ايه، نتيجة ان انا بقيت عندي الكيبرز نوت ريشيو دي. بس مع الاخذ في الاعتبار ان بقى دايما عندي سيجنال والسيجنال بار، ولازم يكون في عندي كومبلمنتري اوتبوتس، وطبعا زي ما انتم شايفين كده عدد الترانزستورز كتير نتيجة اني بعمل اتنين فانكشنز مع بعض ات ذا سيم تايم. اي سؤال دكتور؟ هو في جزئيه الاكتيفيتي فاكتور، هو انا مش المفروض باخد اوتبوت واحد يعني؟ هي حتى لو هي بتطلع الاثنين اوتبوت بار والاوتبوت العادي، انا باخد واحد بس صح؟ يعني هو لو انت هتستخدم الديفرنشال ريل دومينو غالبا الناس بتعتمد على ان الاوتبوت والاوتبوت بار موجود، ودايما هيكون الشغل بتاعك ان انت ماشي بالسيجنال والسيجنال بار، لان الجيت اللي بعديها هتبقى ديفرنشال ريل دومينو برضو، فانت داخل لك السيجنال والسيجنال بار. انا قصدي لو هنا هحسب الباور، مش انا مثلا هحسب الباور عند مثلا عند اك، هعتبرها جزئين، واول واحده دي مثلا بتقلب من 0 ل 1، فبروبابيلتي 0 بروبابيلتي 1 برضو. ماشي، بس الجيت كله موجود ودايما في كاباسيتور بيشحن ويفرغ، فانت ممكن لما تيجي تحسب الاوتبوت واحد هتلاقيه اوكي، بس الاوتبوت الثاني ما اكيد بيشحن ويفرغ، فانت دايما في عندك باور كونسامشن. طب انا ازاي هتعامل معاك كجيت واحده كده احسب لها الباور والباور فاكتور بتاعها يبقى واحد؟ عشان احنا في الاخر العبره بتاعتنا انت في باور كونسامشن ولا لا، مش هو ده أيوة العبره؟ هو في تمام، بس يعني ده يتحسب ازاي برضه؟ يعني ايه يتحسب ازاي؟ يعني انا قصدي لو بصيت عليها كجيج كده، انا الكباسنس اللي انا هضربها مثلا، ما هو انت المفروض ان هي كل حاجه هنا ديفرنشال، فالكاباسيتور على اليمين بيكون زي الكاباسيتور على الشمال، فقيمته مش فارقه. اوكي، لكن في الاخر في كاباسيتور بيتشحن ويتفرغ في كل سايكل، ولا لا في كاباسيتور بيتشحن ويتفرغ في كل سايكل، المفروض انك تمام. ماشي، بس هي دي الفكره. يعني انا باخد كاباستور واحد من اليمين للشمال صح؟ تمام. دكتور، هي ازاي دي تبقى ال A بار وال B بار من واحد لواحد؟ يعني علشان انت في الكلوك سايكل لما الكلوك بيكون بصفر انت بتعمل بري تشارج، ماشي، وايه بعد كده الكلوك سايكل بتاعت الايفالويشن، بما ان احنا افترضنا ان اللي على الشمال ده هينزل لصفر، يبقى اللي على اليمين ده عايز ايفالويت لواحد، فيفضل واحد زي ما هو. انت لما الكلوك بتكون بلو الناحيه اللي على الشمال والناحيه اللي على اليمين الاثنين هيبقوا ب 1، عشان الاثنين هي ايه، هي بري تشارج 1، وبعد كده تدخل في الايفالويشن سايكل على حسب بقى الفاليوز بتاعت الاي والبي والاي بار والبي بار، هتلاقي مثلا واحد عايز ينزل لصفر والتاني هيفضل 1 زي ما هو. بس ده اللي احنا افترضناه، ان الناحيه الشمال عايزه تنزل لصفر يبقى الناحيه اليمين هتفضل 1 زي ما هي. تمام، ماشي، شكرا. طيب، في عندنا برضو تعديله بتحصل على الفوت على الدومينو جيتس دي، حاجه بنسميها الفوتلس دومينو. ماشي، الفوتلس دومينو ان انت تيجي للدومينو جيت تروح قاطع الايه، تشيل الفوت اللي ده هنشيله. ماشي، طيب فاكرين احنا كنا ليه بنحط الفوت ده، او ليه بنحط الايفالويشن ترانزستور؟ قلنا الاسبوع اللي فات ليه بنحط الايفالويشن ترانزستور؟ عشان يفصل بين البري تشارج والايفالويشن. ان احنا كنا بنقول ان اثناء البري تشارج كنت عايز اخلي البول داون نتورك مقطوعه، فكنت بحط الترانزستور ده عشان خاطر يكون الكلوك عليه بصفر، يبقى الايه البول داون نتورك سكته مقطوعه. طيب، فانا لو جيت في الفوتلس، لو جيت في الدومينو جيتس ولقيت ان كل الانبوت بتوعي جايين من بريفيوس دومينو جيتس، يبقى البري تشارج فاليو بتاعتها كام؟ لو انا جيت هنا جيت دي ولقيت ان كل الانبوتس بتاعتي جايه من بريفيوس دومينو جيت،
دي دومينو جيت هنا وانبوت 4 ده هيبقى جاي من دومينو جيت تاني وهكذا. يبقى البري تشارج فاليوز اللي موجودين هنا بكام؟ زيرو صفار. زيرو، لان احنا قلنا البري تشارج فاليو هنا ب1 وبعد الانفرتر بزيرو. يبقى معنى كده ان انا وانا في البري تشارج يبقى هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، يبقى البول داون نتورك مقطوعه حتى لو ما كانش فيه ايه، حتى لو ما كانش فيه الفوت ده او ما كانش فيه الايفالويشن ترانزستور. اوكي، فاحنا بنقول ان انا لو عندي دومينو جيتس متوصلين ببعض والسكند ستيج والثيرد ستيج والفورس ستيج كلهم الانبوتس بتاعتهم جايه لها من بريفيوس دومينو جيتس، يبقى باي ديفولت البول داون نتورك از جونا بي اوف ديورينج البري تشارج بغض النظر عن وجود الايفالويشن ترانزستور ولا لا، لان كل البري تشارج فاليوز هتبقى جايه اوريدي بزيرو، يبقى البول داون نتورك مقفوله وبالتالي اي دونت نيد البري تشارج ترانزستور، فممكن اشيل البري تشارج ترانزستور. ايه الميزه ان انا اشيل البري تشارج ترانزستور يا شباب؟ قللت ترانزستور، قللت ترانزستور فكسبت اريا، قللت اللود على الكلوك، ان بدل ما بقيت بدخل على ترانزستور فوق وترانزستور تحت بقيت بدخل على ترانزستور واحد بس، قللت اللود على الكلوك، حسنت اللوجيكال ايفورت لنتيجه ان النمبر اوف ترانزستورز بير ستاك قل. يعني بول داون نتورك كان مثلا فيها 2 ترانزستور، كنا بنقول 2 ترانزستور بلس الكلوك، فكنا بنعمل السايزنج 3 3 3. انا دلوقتي شلت الايه، شلت الايفالويشن ترانزستور او الكلوك، بقى في 2 ترانزستور بس، يبقى هعمل السايز كام؟ 2 2. 2 2 يبقى السايز ان جنرال صغر، اللوجيكال ايفورت صغر، اللود على الكلوك صغر، فكله ايه، فكله مميزات. الشرط الوحيد اللي عشان الدايره دي تشتغل ان لازم يكون كل الانبوتس بتاعتك جايه من بريفيوس دومينو جيت، مش جايه من حاجه تانية، يعني عشان اقدر اجارانتي ان البري تشارج فاليو دايما بتساوي ايه، بتساوي صفر، وما يحصلش مشكله ان ايه، ان البري تشارج يتخانق مع البول داون نتورك. خلاص، يبقى البول داون نتورك لما اشيل الفوت بتاعه از ايه، كل مميزات. وطبعا زي ما ممكن نعمل فوتليس دومينو، ممكن نعمل هيدليس دومينو، اشيل دماغه، اشيل دماغه لما يكون معمول بايه، ببي موس ترانزستور مش بان موس ترانزستور. يعني لو ده كان بول اب نتورك مش بول داون نتورك، يبقى ممكن نشيل الترانزستور اللي فوق في السكند والثيرد والفورث ستيج وهكذا. اوكي، طيب، يبقى ذا فيرست ستيج ان ذا تشين نيدز ا فوت، ذا اذرز دونت نيد ا فوت. هنا عندنا بقى مشكله في البري تشارج، ان انا لما تيجي الكلوك بقى بلو عشان ابدا بري تشارج، ممكن الاقي الانبوتس هنا لسه ما وصلتش للايه، للبري تشارج فاليو، لان الايه، ان الراجل ده هياخد وقت لغايه ما الايه، ما الانفرتر ده يبري تشارج، لان هنا الراجل ده هيبري تشارج، هيطلع هنا 1، ده هياخد وقت عقبال ما ينزل 0. فبما ان هياخد وقت عقبال ما ينزل 0، يبقى انا لما اكون شغال في البري تشارج هنا، ممكن يبقى في عندي فايت. الفايت دي فين؟ جوه البري تشارج مش في الايفالويشن. البري تشارج بيريود هلاقي فايت ما بين البري تشارج ترانزستور وما بين البول داون نتورك لغايه ما الايه، الانفرتر ديلي ده يخلص. في الحاله دي الراجل ده هيقفل والراجل ده هيعمل كومبليت بري تشارج، فنلاقي ان الاوتبوت هنا، هنلاقي ان الاوتبوت هنا في البري تشارج ممكن ايه، بدل ما يطلع هاي بسرعه ايه، هيتاخر شويه وبعد كده يطلع هاي. اوكي، وساعتها هنلاقي ان في ايه، هنلاقي ان في شورت سيركت كارنت ممكن يحصل نتيجه ان الترانزستور ده بقى اون، وفي نفس الوقت البول داون نتورك ايه، بقى اون كمان، شورت سيركت ايه، شورت سيركت كارنت. بس الكلام ده كله بيحصل في الديورنج البري تشارج بيريود، وبالتالي احنا ممكن نهمله وما ايه، ما نبصلوش يعني، الا اذا كان الشورت سيركت كارنت كبير. لو الشورت سيركت كارنت ده طلع علينا كبير بقى واحنا متضايقين، يبقى في الحاله دي في حل بيتعمل للناس بتعمله، هي ان احنا نديلي الكلوك ما بين كل واحد والتاني علشان ما يحصلش ايه، ما يحصلش البري تشارج، ما يحصلش الريبلينج. اوكي، اي سؤال دكتور؟ هو مش كانت البري تشارج فاليو متاخره بانفرتر واحد، ليه انا اخرتها فوق باثنين يعني على الكلوك؟ يعني هو المفروض ان الفوق دول اثنين انفرترز، بس اثنين انفرترز بحجم الانفرتر الاولاني، الانفرتر الكبير، احنا لازم ناخره باثنين انفرتر عشان يفضل نفس البولاريتي، ما ينفعش اخره بانفرتر واحد. اه تمام. طب وحاجه ثانيه، وانا لما باجي في حسابات الباور باخد انهي كلوك بتاعت انهي فريكوانسي بتاع الكلوك، ولا الفريكوانسي بتاع الانبوت، ولا باخد الاثنين؟ تاني كده معلش، الفريكوانسي اللي انا بحسب بيه الباور بيبقى انهي فريكوانسي في الدايره، الدايناميك
يعني هو المفروض ان احنا هنا يعني المفروض ان انت بتاخد اسرع input بتعمل بي بتعمل في variation اللي هو المفروض يكون الانبوت بنفس الفريكوانسي بتاعت الكلوك، لان انت لو الانبوت مش بنفس الانبوت مش بنفس الفريكوانسي بتاعت الكلوك ده بالنسبه لنا يبقى انت كده ملوش لازمه انك تزود الفريكوانسي بتاعت الكلوك. اوكي يعني بشتغل بالفريكوانسي بتاعت الكلوك عادي؟ لا هو يعني هو صح انك تشتغل بالفريكوانسي بتاعت الانبوت، بس هو انت عشان الديزاين يكون منطقي يبقى لازم يكون الانبوت بيتغير مع كل كلوك سايكل، والا انت هتقلل كلوك فريكوانسي. لكن هو الصح بتاعك هي الانبوت الفريكوانسي بتاعت الانبوتس، لان هي دي لو انت الانبوت ما بيتغيرش خالص ماشي يبقى المفروض ان ساعتها ما يبقاش عندك باور كونسامشن اصلا حتى لو في كلوك يعني. اوكي تمام يا دكتور. طيب اخر حاجه عندنا هي حاجه اسمها ال NPC MOS. اوكي ال NPC MOS ده برضو حل لمشكلة الايه الكاسكيدنج. احنا قلنا عندنا حل للكاسكيدنج الاولاني اللي هو كلوك ديلينج اللي احنا قلنا شلناه من السلايدز، وبعد كده في الدومينو. في عندنا بقى الحل التالت اللي هو الان بي سي موس، والان بي سي موس ده من احد اساميه هو دومينو ان بي سي موس، يعني هو برضو بيعتبر دومينو جيتس. ليه؟ لان احنا هنلاقي برضو هنا ان السكند ستيج مش هتيفالويت غير لما الفيرست ستيج تيفالويت. طب هي ايه ازاي ده حل؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا كان عندي ايه المشكلة أصلية إن second stage بتبدأ تevaluate لما الفيرست على ال pre-charge value بتاعت الفيرست stage، فكان الحل إن إحنا حطينا inverter عشان نخلي ال pre-charge value بتاعت الفيرست stage zero، فيبقى second stage مش هيحس بيه. طب ما أنا لو ال second stage خليتها PMOS مش NMOS، فال PMOS مش هيحس بال one اللي هو ال pre-charge بتاع الفيرست stage. يبقى نفس الفكرة اللي إحنا إيه عملناها بس عن طريق inverter، بس هنا عن طريق إن إحنا نحط إيه ان احنا نحط السكند ستيج تبقى بول اب ما تبقاش بول داون، يعني تبقى بي موس مش ان موس. فالبري تشارج هنا ب1 يبقى البول اب نتورك مش هيحس بيها، وبالتالي مش هيفالويت. هيبدا ايفالويت امتى؟ لما الراجل ده يروح من واحد ينزل لصفر، في الحاله دي يبدا الراجل ده ايه ايفالويت، ويبقى ليه معنى ان هو ايه عشان كده اسمه دومينو، برضه اسمه ان بي سي موس او اسمه دومينو ان بي سي موس، لان السكند ستيج مش هتيفالويت غير لما الفيرست ستيج ايه تيفالويت. يبقى احنا كده نتفق مع بعض ان انا ممكن اوصل دايناميك ان موس مع دايناميك بي موس على طول، ممكن اوصل دايناميك ان موس مع دايناميك ان موس عن طريق انفرتر، وممكن اوصل دايناميك بي موس مع دايناميك بي موس عن طريق انفرتر، وده يعمل لنا الشكل الاخراني خالص اللي هو احنا بنسميه النورا لوجيك. ان النورا لوجيك ده اللي هو النو ريس لوجيك اللي هو ما بيحصلش فيه الريس اللي احنا اتكلمنا عليه، نتيجه ان الستيج الثانيه بتتاثر بالبري تشارج فاليو بتاعه الفيرست ستيج، عن طريق ان انت تجمع كل اللي احنا قلناه، توصل ان موس مع ان موس ما ينفعش، يبقى ان موس مع ان موس عن طريق انفرتر، بي موس مع بي موس عن طريق انفرتر، ان موس مع بي موس من غير انفرتر. خلي بالكوا دي من الحاجات اللي الناس بتنساها وهي بتحل في الامتحانات، يعني انا بديك فانكشن وبقول لك اعمل لي امبلمنتيشن للفانكشن دي بدومينو ان بي سي موس، فلازم الدومينو ان بي سي موس لما تيجي تعمل له ديزاين ان ايه ان الان يوصل للبي على طول، ما تجيش تحط لي انفرتر في النص ما بين الان والبي. لو حطيت انفرتر في النص ما بين الان والبي يبقى انت كده ايه، فانت كده بتخرف، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. لما تحط انفرتر ما بين الان والبي يبقى انت كده رجعت المشكله تاني، ان خليت البري تشارج فاليو بتاعه الفيرست ستيج زيرو والبي موس بيحس بالزيرو، يبقى انت كده عملت المشكله تاني. يبقى دي من الحاجات اللي انا بقى ايه لما ما كانش الامتحان ام سي كيو قبل كده كنت بدي الناس صفر، يعني لما تيجي تحط لي ان موس ورا بي موس وتحط انفرتر، او تحط ان موس ورا ان موس وفي النص اتنين انفرتر، او بي موس وبي موس وفي النص اتنين انفرتر، او مفيش انفرتر خالص، كل دي حاجات بعتبرها انها ايه كريتيكال ايرورز، وبروح مدي صفر على طول. اوكي من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها كمان ناخد بالنا كمان في الان بي سي موس ان انا بحتاج كلوك وكلوك بار. ليه؟ لان الراجل ده لو فاكرين احنا كنا بنقول البري تشارج كلوك بزيرو وده كان البري تشارج الكلوك بواحد، انا مش عايز يكون كده، انا عايز لما يكون ده بي بري تشارج يكون ده برضه بي بري تشارج، لما يكون ده بي ايفالويت يكون ده برضه بي ايفالويت، وبالتالي يبقى لازم اشغل الراجل ده بكلوك بزيرو بكلوك بار قصدي، بحيث لما كلوك بزيرو ده بي بري تشارج الكلوك بزيرو يبقى ده بواحد، ده برضه بي بري ديسشارج، يبقى الاثنين يكونوا في الديسشارج في البري تشارج مع بعض، ولما تيجي كلوك بواحد ده هي ايفالويت الكلوك بواحد ده برضه هي ايفالويت، يبقى ايه الاثنين بي ايفالويت مع بعض. فانا هنا بقيت محتاج كلوك وكلوك بار بعكس الايه الجيتس اللي فاتت، بقيت محتاج كلوك وكلوك بار. اوكي
ونفس الكلام بقيت ايه. وحاجه تانية لازم تاخدوا بالكم منها ان الاوتبوت بتاع البول اب نتورك بول داون نتورك بيتاخد من هنا، الاوتبوت بتاع البول اب نتورك بيتاخد من تحت هنا. اوكي، فده البي موس، الان موس بيتاخد من هنا، البي موس بيتاخد من تحت هنا. اوكي، فده كده بالنسبه لنا الايه الكونكلوجن، يعني ان انا ممكن ايه اوصل دايركتلي، بس لازم اخد في اعتباري كلوك وكلوك بار، ولازم اخد في اعتباري الانبوت فين والاوتبوت فين، وما ينفعش احط انفرتر في النص. فالان بي سي موس عالجت لي مشكله الكاسكيدنج، الان بي سي موس عالجت لي مشكله النون انفرتنج لوجيك، لان انا هنا عندي الاولاني ده انفرتنج والتاني انفرتنج، فانا ممكن ايه اميكس اند ماتش، اعمل اللي انا عايزه، احط ايفن نمبر اوف ستيجز يبقى نون انفرتنج، اود نمبر اوف ستيجز يبقى انفرتنج. فدي بتعالج المشكلتين، بس فيها عيبين. العيب الاولاني ان انا بقيت محتاج كلوك وكلوك بار، ومحتاج ديفرنشال كلوك، يبقى الجينريشن والديستريبيوشن بتاع الكلوك هيبدا يمثل لي مشكله، لان احنا لو بنتكلم على هاي سبيد كلوك فانت عايز تجنريت الكلوك وتجنريت الكلوك بار والاثنين يكونوا ماتشد مع بعضهم وتوصلهم للجيتس مع بعض، فدي ممكن تبقى مشكله. والمشكله الثانيه ان انتوا لو فاكرين كنا بنقول ان النويز مارجن لو وحش للبول داون نتوركس، والنويز مارجن هاي وحش للبول اب نتورك، فانت هنا بقيت وحش في الاثنين، لان عندك ستيجز ان موس وستيجز بي موس، فانت عندك ستيجز النويز مارجن لو بتاعتها وحش وستيجز النويز مارجن هاي بتاعتها وحش، فانت النويز بيرفورمانس ان جنرال بتاعت الان بي سي موس ايه مش كويس، فبيقول لك فيري سسبتبل تو نويز. اوكي، ومفيش بقى انفرتر في النص يعمل ريجينريشن او يعمل الكلام ده كله، فانت عندك الايه المشكله بتاعت النويز مش كويسه يعني. طبعا البول اب نتورك زي ما اتفقنا اللوجيكال اف بتاعها مش كويس مقارنه بالسكيود انفرتر، فالديلي قد يكون الاوفرول ديلي اوحش من الدايناميك ايه من الدومينو ان موس بس. اوكي، يبقى الان بي سي موس عالجت لي مشكله النون انفرتنج لوجيك، وعالجت لي مشكله الكاسكيدنج، بس على حساب الايه الديلي ممكن يكون اكبر شويه نتيجه ان اللود على على الفيرست ستيج هيبقى اكبر شويه، وان الايه النويز مارجن بقى وحش، وان بقيت محتاج كلوك وكلوك بار at the same time. اي سؤال؟ دكتور معلش انا ما فهمتش حته ان احنا نجيب كلوك وكلوك بار دي. طيب ايه الاوبشن الثاني يعني؟ انت دلوقتي ده عندك ادي كلوك هنا اهي وادي كلوك بار، ايه الاوبشن الثاني؟ ان الراجل ده يبقى كلوك برضه صح؟ عايزين الاثنين يعملوا بري تشارج يعني مع بعض ولا ايه؟ هو الاصل بتاعي ان احنا عايزين الاثنين ايفالويتوا مع بعض، ان انت عندك في الايفالويشن سايكل لازم الاثنين يكونوا بييفالويتوا مع بعض، هما لو مش بييفالويتوا مع بعض اصلا النتيجه هتبقى غلط، لان لو الراجل ده هييفالويت وبعد كده ايه والراجل ده هيكون في البري تشارج بعد كده هيبري تشارج ده هييفالويت، لو ده بييفالويت وده بري تشارج يبقى انت بتيفالويت على البري تشارج ستيت صح، فدي مشكله، انت لازم الاثنين يكونوا بييفالويتوا مع بعض عشان خاطر يكون في معنى للكاسكيدنج اصلا، عشان الاثنين ييفالويتوا مع بعض يبقى لازم ده يشتغل بكلوك وده لازم يشتغل بكلوك بار، عشان لما تكون الكلوك ب1 يبقى ده بييفالويت، لما تكون الكلوك ب1 يبقى ده صفر هنا يبقى ده برضه بييفالويت. اوكي كده ولا ايه؟ لو مش اللي قبليه كنا بنعمل ايفالويشن ورا بعض يعني الاول يعمل ايفالويشن بعد كده الثاني وبعد كده الثالث وكده ماشي، عشان كان كلهم ان موس فكلهم بيشتغلوا بنفس الكلوك عادي، كلهم ان موس وكلهم بيشتغلوا بنفس الكلوك عادي، لكن احنا في البي موس لو احنا دخلنا هنا كلوك عاديه، لو دخلت هنا كلوك يبقى الكلوك بزيرو هو هيكون بايفالويت، والكلوك بواحد هو هيكون بيديستشارج لو انت مدخل كلوك عاديه مش مدخل كلوك بار، ففي الحاله دي هيكون الراجل ده بيفالويت في الوقت ده اللي هو ده هيكون ده بري تشارج. تمام اوكي، يعني انت ارجع الاسبوع ارجع كده محاضره الاسبوع اللي فات تشوف الفرق بين البول اب نتورك والبول داون نتورك ايه، هتلاقيه ان هما بيشتغلوا عكس بعض، يعني البول داون نتورك كان بيفالويت والكلوك بزيرو بري تشارج والكلوك بزيرو بيفالويت بالكلوك 1، البول اب نتورك كان بيفالويت والكلوك بزيرو بيبري تشارج بالكلوك ب1 عكس بعض. اوكي، فانت لو انت هتستخدمهم الاثنين مع بعض يبقى لازم تخلي البول اب نتورك تشتغل بكلوك بار، ان يعني يكونوا الاثنين بيبري تشارج والكلوك بزيرو وبيفالويت والكلوك ب1. اوكي
تمام ماشي، أي سؤال تاني؟ طيب هنا example اهو النورال لوجيك ورا بعض، الفانكشن هنا تبقى ايه يا شباب عند الاوتبوت بتاع اول ستيج؟ تبقى ايه؟ A B بار. A B بار هنا تبقى ايه؟ تبقى A B. لا مش فاهم ازاي، هنا كان A B بار، يبقى هنا تبقى ايه؟ A B plus Y بار بلس ده PMOS. PMOS لما يكون parallel يطلع ايه؟ بيطلع NAND تقريبا. ماشي، يبقى A B بار NANDed مع ال Y. A B بار NANDed مع ال Y، بعد كده حطها مع ال G parallel مع ال H الكل بار. يبقى الـ first stage ادتني A B بار، second stage ادتني الـ A B بار NANDed مع الـ Y، الـ third stage ادتني الكلام ده كله مع الـ G plus الـ H الكل ايه؟ الكل بار. فانت بتفضل تجمعهم مع بعض عادي زي ما كنا بنعملهم قبل كده في الـ stages ورا بعض يعني. بس اللي تكير ان ده يشتغل بالفاي، ده يشتغل بالفاي بار، ده يشتغل بالفاي، ده يشتغل بالفاي بار وهكذا، وان الاوتبوت هنا بيتاخد من فوق، الاوتبوت هنا بيتاخد من تحت. اي سؤال؟ يبقى فاينالي الكومباينيشنال لوجيك، احنا خدنا ستاتيك وخدنا دايناميك. الستاتيك ده كان روبست في وجود النويز، كان الديزاين بتاعه سهل، ما كانش فيه ستاتيك باور كونسامشن، كان لارج اريا اند باد بيرفورمانس فور لارج فان ان، ان الفان ان لو بيزيد كانت الاريا بتاعتنا بتكبر قوي والبرفورمانس بتاعنا بيبقى وحش. اخر جزء ده احنا لسه ما خدناهوش، اللي هو بتاع الباس ترانزستور لوجيك، اللي هو بيبقى كويس للمالتيبلكسرز والاكس اورز، غالبا هناخده بعد ما ناخد الايه السيكوينشال لوجيك. لكن الدايناميك بنقول انها فاست اند سمول كومبلكس جيتس، بيقدر يعمل لنا جيتس صغيره وسريعه، لكن عنده بارازيتيك افكتس. شفنا مع بعض حاجه اسمها الشارج ليكج، شفنا الشارج شيرنج، شفنا مشكله توصيل الاثنين ايه الكاسكيدنج بتاع الستيجز مع بعضيهم، فده ايه بيخلينا الدنيا سريعه وكل حاجه، بس في شويه مشاكل يو هاف تو تيك كير اوف. كده احنا خلصنا الكومباينيشنال لوجيك. اي سؤال؟ اوكي ناخد الكويز. دكتور، ايوه، هو احنا دكتور كده ناقصنا كام محاضرة ونبقى خلصنا المنهج؟ فاضل لنا السيكوينشر وفاضل لنا الباس ترانزستور لوجيك. السيكوينشر غالبا ما اعرفش هياخد تحت في مره ولا اتنين حسب بقى شطارتنا، والباس ترانزستور لوجيك ده في مره. انا ما اعرفش هو فاضل كام محاضره، احنا مش هناخد حاجه في العيد، بعد العيد فاضل لنا كام محاضره من حيث نظريا يعني. يعني ورست كيس يعني ورست كيس سيناريو احنا محتاجين ثلاثه ماشي، بس يعني غالبا هنحتاج اتنين بس. تمام، شكرا. هو فاضل كام بقى؟ اسبوع بعد العيد فاضل ثلاثة صح؟ هو هيبقى فاضل ثلاثة بس، هيبقى التالت يعني هيبقى اللي هو داخل على الامتحانات يعني. ان شاء الله.
طبعا قلنا أسوأ حالة للشارج شيرنج إن يكون الانترنال نود كاباسيتنس ديسشارجد ويكون حجمه كبير، ده في الحالة دي هيحصل فول شارج شيرنج وممكن أفقد كمية. طبعا لو الانترنال نود كاباسيتنس كان شارجد مفيش عندي مشكلة أصلا، أو لو كان الانترنال نود كاباسيتنس في شارج شيرنج أه بس مش بيبقى سيفير لأن عند الترانزستور بيقفل في النص. أسوأ حاجة إن يكون الانترنال نود كاباسيتنس كبير ويكون ديسشارجد initially discharged. مينفعش نوصل ان موس بان موس على طول، كان في مشكله هنا ايفالويت على البري تشارج فاليو بتاع الفيرست ستيج، وما ينفعش نحط ان موس جيت في النص برضو لان ايه يبقى ما عملناش حاجه. فكان الحل يا اما نحط انفرتر وده بقى اسمه دايناميك دومينو جيتس، يا اما بنحط ايه بي موس في النص، يبقى في الحاله دي احنا عندنا ان بي سي موس جيتس. اوكي الدور ريل دومينو جيتس كان عندها دايناميك باور كونسومشن عالي عشان الاكتيفيتي فاكتور عاليه، وكان نون ريشيو رغم وجود الكيبرز، وكانت بتحل مشكله النون انفرتنج لوجيك بس بتحتاج كومبلمنتري انبوتس. فده المشكله الوحيده هنا ان هي بتحتاج كومبلمنتري انبوتس. لو في حد عنده اي سؤال يا شباب يقول، يعني مش لازم اسال في سؤال يعني. الفوتلس دومينو جيتس اللوجيكال ايفور بتاعها قليل، الكلوك لود بتاعها صغير، doesn't need inverter between stages. دي ما تنفعش لان لازم يكون فيه انفرتر والا يبقى احنا ما عملناش حاجه. Implements non-inverting logic دي ما تنفعش برضو لأن الفوتلس دومينو احنا بنتكلم على
Implements non-inverting logic. Implements non-inverting. ربي بيعمل لها صح. اوكي المفروض انها بت implement non-inverting logic. كان يعني الهدف هنا دي تبقى implement inverting logic مش non-inverting logic صح. اوكي دي غلطة في السؤال محتاجين نصلحها نشوف هنعمل ايه. طيب بما انكم بقى ايه بما انكم عارفين الاجابات الصح دلوقتي انا هفكس البتاع هنحله من اول وجديد. نشوف بس السؤال الاخراني هو اللي هتبقى سرعتكم وتقييمكم بقى هو اللي هيعالج الموضوع ده. ثواني كده فين الكويز. ماشي شوف مين بقى كان مركز معانا وعارف الصح اللي احنا قلناه. ماشي دكتور حضرتك بعت لي كويس فين؟ في الشات؟ خلاص تمام ظهر لي. كله موجود معلش يا جماعه نسيت ادوس سيف انا اسف محتاج ان انا اعدله تاني معلش عشان ما عملتش سيف اوبس شايفين دلوقتي ده. ماشي معلش مرة كمان
خلاص كله دخل. اوكي شوف سرعه، شوف سرعه في الاداء بقى. بتكون محدش بيغلط بقى خلاص، برضو في ناس بتغلط ليه؟ ليه 13 واحد برضو؟ احنا شلنا النون بقت امبلمنتس انفرتنج لوجيك، وهي بقت امبلمنتس انفرس لوجيك، اللي ده فوت ليست دومينو، دومينو عادي يعمل نون انفرتنج لوجيك. ماشي اخر سؤال. ال NPC most requires differential clock، اتفقنا ليه؟ has bad noise margin، low noise margin، high برضو قلنا عشان NMOS و PMOS، implements non-inverting logic only، لا أي تقدر تعمل أي حاجة،
are faster than normal domino غلط، لان احنا اتفقنا انها بتشوف بي موس، والبي موس ده حجمه كبير مقارنه بالستاتيك سي موس انفرتر، فقلنا ان هو ابطا من العادي. اي حد عنده سؤال؟ اوكي. يبقى كده دامبلدور ذات نفسه اللي كسب. مين دامبلدور؟ انا يا دكتور. انت علاء صلاح. علاء صلاح اه اول مره معانا. اه كام الاي دي؟ 19-00-916. انت فرقت كتير كده في الاخر كده، ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ايه ما فرقت في اخر سؤال بس. ليه اخر سؤال فرقت كتير عنه والناس كلها عملت ان هو حلوه غلط؟ لا وانا عملته بسرعه بس على حوار اللي هو ماشي. يا عم استفدت انت من ال... ماشي ماشي اوكي. طيب حد عنده ليه سؤال؟ نتقابل ان شاء الله بعد العيد. كل سنه طيبين يا شباب. حضرتك طيب يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.